صباحا مشاهدينا اينما كنتم، مرحبا بكم معنا حلقه جديده من برنامج كيف الحال. اليوم غادي نتكلموا فيها على موضوع الاطفال، لكن غنتكلموا على علاقه الاطفال بوالديهم ويعني طرف ثالث اللي هو الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي، لانه في حالات عديده من الاباء تيكون تلاحظوا مشكل عند الابناء ديالهم تلجؤوا لاخصائي نفسي. لكن السؤال اللي مطروح اليوم هو سؤال غير معتاد، واش هذا الاخصائي النفسي تيخصو يهتم فقط بالطفل او لا كذلك بالاباء؟ هادشي اللي غادي نشوفه معك دكتور عبد الهادي القاسمي. صباح الخير. صباح النور عزيزه. الاخصائي النفسي والطبيب النفسي، الناس اللي كيلجؤوا لهم يعني الناس عامه، منين تتكون هناك مشاكل سواء نفسيه، ماشي فقط مشاكل نفسيه بل مشاكل علاقاتيه، ربما احيانا غير لفهم واحد سلوك معين او فهم طريقه التعامل مع شخص معين سواء الاطفال او احيانا الزوج او الزوجه. احنا غنتكلموا على حالات ديال الاطفال، منين الاباء والامهات تيديو وليداتهم عند اخصائي نفسي، يعني سويت ان بروبليم ان تكون عندهم واحد المشكل. في بعض المرات انا كنسمعك دكتور عبد الهادي القاسمي، خاصه في التواصل ديالك مع الناس، تتقول لهم خاصك انت دابور تمشي عند الطبيب النفسي باش تفهم كيفاش ولدك داير، كيفاش مثلا خصك تتعامل مع الابن ديالك. فهنا بعض المرات كيتخلط الامر على الوالدين، واش كتولي اون ثيرابي دو فاميليال، اون ثيرابي دو يعني اون ثيرابي اللي كتجمع كل شيء العائله كلها، او لا لا ثيرابي كتهتم فقط بالطفل، كيفاش نتعاملوا مع هذه الاشياء هذه دكتور عبد الهادي؟ خصنا نعرفوا بان الاهتمام ديال الناس بهذا العالم هذا ديال الاخصائي النفسي ويمشوا عنده هذا فهو حديث العهد يعني. نعم. الله دابا كنتكلموا دابا على الحمد لله، على والحمد لله، يعني ان الان الثقافه ديال المجتمع ديالنا ومجتمعات اخرى يعني تسير نحو ادماج الاخصائي النفسي في المنظومه الصحيه بصفه عامه، والهدف هو الاصلاح والبحث عن الراحه النفسيه ما دام هاد الناس هذا تخصص ديالهم النفسيه. نعم. هذا دورهم اكزاكتومون نستافدوا منه. وبالتالي فباقي الناس كيرتكبوا مجموعه ديال الاخطاء وباقي الناس كيقارنوا كيديروا مجموعه ديال المقارنات. مثلا ملي كيمرض لينا واحد الوليد صغير فكنديوه عند لو بيدياتر فكندخلوه عنده وكنخرجوا كنبقاو في لاصال داتونت، يعني كنبقاو في قاعه الانتظار حتى كيدوز له وكيعطيه الدواء كيقول لك انتم غديروا ليه كذا غديروا ليه كذا وكنمشيو. اذا فنفس العقليه باقيين كنتعاملوا معها مع الاخصائي النفسي. مجموعه ديال الاباء والامهات كيقصدوا الاخصائي النفسي الان وهذا شيء محمود، فعوض انه مثلا كيمشي ومستعد ان راه السلوك ديال ولده بعض المرات كتكون مشاكل سلوكيه، بعض المرات كتكون مشاكل هي عاطفيه، بعض المرات كتكون تحصيل دراسي مثلا. نعم. فعوض انه يمشي مستعد يتقبل ان النتيجه ديال ولده او السلوك ديال ولده هو نتيجه لواحد التعايش. نعم. بين الوالدين وبين الابناء، بين واحد نظام هو. نعم. سيستم هو نظام هو اللي عطاه، وهذوك والاباء والامهات هما جزء من هذا النظام هذا. وبالتالي فملي كنمشيو عند واحد الاخصائي خصنا نمشيو من الاول متقبلين ان راه مجموعه ديال الامور غتقيسنا حتى حنا كاباء وامهات، ماشي فقط ولدنا. ما غاديش ندي ولدي نحطو كيف ما كنهز مثلا واحد الاله وكنديها عند واحد التقني وكنقول لي عافاك شوف اشنو خاسر فيها انا نرجع ليها من بعد 24 ساعه. لا، الامور لا تتم هكذا. غالبا ملي كنديو وليداتنا عند الاخصائي فخصنا نتقبلوا اننا جزء كذلك من هذيك لا ثيرابي، من العلاج. الا كنا غادي نلقاو مجموعه ديال الحلول فغادي نلقاوها مجموعين، وغادي الا كان تغيير خاص التغيير يكون بطريقه جماعيه. نعم. يعني ان يكون وانا غادي نعطي بعد بلوري ديسيبلينير كما تنقولوا. نعم. يكون يعني في مجموعه ديال الاختصاصات. نعم، يعني اونسومبل، يعني مجموعين. نعم. يعني احنا كلنا كنتغيروا، كتكون العلاقه كتكون بين الاخصائي وبين الوليد وبين الاخصائي وبين الاباء والامهات، والنتيجه كتبان بين كتبان في العلاقه بين الوليدات وبين الاباء والامهات ديالهم. ففي كثير من الاحيان كنلاحظوا بان خاصه الشباب ملي كنجيو عندهم مثلا مراهقين اللي هما 12 سنه 13 سنه، فملي كيلاحظ بان الاب والام حتى هما صلحوا بعض الاخطاء ديالهم وحتى هما ولاو كيتعاملوا بواحد الشكل معين ولو انها ما دخلاتش في اطار العاده. نعم. يعني باقيين يلاه كيديروا ذاك المجهود الاولي باش ان فكيطمئن اكثر وكيزيد كيعطي فرصه اكثر باش انه يوصل ذاك السلوك اللي هو
متوخى متوخى ولا اللي هو مقبول اجتماعيا. في كثير من الاحيان ملي كنشوفوا مثلا بان ذاك المراهق كيفهم بان الاب ديالو ربما ما مقتنعش تماما بهذا الشيء هذا او ان الاب ديالو فقط كيخلص عليه الفلوس وكيمشي كيجلس في قهوه وكيجي كيقول ليه ايوا شنو قال لك الاخصائي فهمتي سمعتي منه هذه الخطره غادي تطبق الكلام ديالو ولا فكيعتبر راسه بانه هو المجرم كيعتبر راسه بانه هو بين قوسين المريض نفسيا كيعتبر راسه بانه للأسف. هو نعم وبالتالي كتولد عنده واحد اون ريزيستونس واحد المقاومه نعم. كيقول لك يعني كيولي العلاج غير مجدي وحنا سمعنا شحال من مره الناس تيقول لك مشى وما دار ليه والو اكزاكتومون لان ما كنتكلموش على لو سيستيم كنت عيط قلتي لي واحد ليكزامبل سي عبد الهادي انا بغيتك تقول للناس لانه سي فغي بيرتينون بزاف يعني كيعطي الصوره إلا سمحتي تفضلتي أنك أنا تكلمت على مجموعة ديال الأباء والأمهات بكل صراحة يعني ملي كيجيبوا الابن ديالهم ولا البنت ديالهم ولا هذا بحال إلا جايبين ماكينة ديال الصابون خاسرة عطاوها لواحد التقنيك يقول لي هاك راه خاسرة فيها شي حاجة صوبها وأنا غادي نرجع عندك من بعد بدل ليها يعني ما كيدخلش هو كاع في العملية الأمر ليس بميكانيكي الأمر هو بالفعل كيحتمل أن يكون واحد التلاحم وهذاك الأخصائي راه ماشي استاذ غادي يدير العمل ديال الاستاذ نعم. ديال المدرس ماشي هو الاب والام اللي غادي يدير العمل ديال الاب والام وانما هو موجه هو كيفتح الحوار هو كيساعد هذاك الوليد ولا هذيك البنيه والاب والام ديالو باش يوصلوا لواحد الهدف معين ولغه موحده يتكلموها نعم. لاحظي عزيزه حنا الان ما كنتكلموش على على على, على الامراض على ما كنتكلموش على المشاكل اللي هي سلوكية. اللي هي عصبيه نعم. والاضطرابات وهذا ما كنتكلموش على هذا الشيء لان الاخصائي النفسي بالفعل فهو إلى لا يعني باش أنه يعالج الاضطرابات إلى غير ذلك ولكن راه كذلك هو هنايا باش أنه يقرب وجهة النظر باش أن الأمور خاصة التربوية ما كنمشيوش عند الأخصائي النفسي فقط من أجل المشاكل النفسية حتى على المشاكل التربوية والمشاكل التربوية لا تتعلق فقط بالأولاد والبنات بل تتعلق كذلك حتى بالأباء والأمهات ضروري كيخصهم يدخلوا في هذا الأمر هذا خبيان مزيان أن الأمور توضح بحال هكذا باش ما لأن كيف ما قلت قبيلة دكتور عبد الهادي القاسمي بعض المرات كنفقدوا الثقة في واحد غادي نقولوا في واحد الاختصاص فقط لأن الإنسان ما عرفش يتعامل معاه نعم. تقول لك لا ما دار ليا والو ما غيدير والو هذا ألوغ كو يعني طريقة التعامل هذه المسألة هذه اللي تكلمتي عليها واش الأخصائيين تيقترحوها واش الأخصائيين تيوضحوها مثلا للأسر الدكتور عبد الهادي إذا بقيتي عاقلة في واحد الحلقة سابقة كنا فصلنا الاختصاصات نعم. وكنا تكلمنا على الطبيب النفسي بوحدو وتكلمنا على الأخصائي النفسي بوحدو غالبا اللي هو اللي كيقترح هذه المسألة أقول غالبا ماشي 100% غالبا اللي كيقترح هذه المسألة هذه هو الأخصائي النفسي نعم. لو بسيكولوج أما بالنسبة للطبيب النفسي فالأمر ديالو هو أمر مختلف يعني نعم. كيحاول أنه يعالج نعم. الأعراض انطلاقا من واحد من واحد المواصفات معينة نعم. اللي كيحاول يعطيها أدوية معالجة تخي بيان ألو غادي ناخذ الآن اتصال ديال السيدة خديجة من مدينة مراكش ألو ألو لالا خديجة ألو خديجة معنا كنسمع التليفون الو الو باش ما نضيعوش الوقت لان الوقت ديال البرنامج هو قليل غادي نحاولوا نعاودوا ناخذوا خديجه من بعد ان شاء الله في الراديو دكتور عبد الهادي شنو هي يعني شنو هو الدور ديال الاباء هنايا يعني انا غنتكلم على الاباء لان الابن كما كان الحال سي مينور ومي كيلاحظوا فيه الوالدين مشكل تيديو عند الاخصائي الدور ديال الاباء في هذه العمليه هذه اللي تكلمتي عليها انت يا دكتور عبد الهادي نلاحظوا الان شنو الاسباب اللي كتخلي واحد الاب والام نعم. انه احنا تكلمنا عليها لان احنا اليوم الاسباب هي اسباب سلوكيه ربما احنا ما تكلمناش على المشاكل نعم او العوارض المرضيه اللي كيدخل فيها اخصائي نفسي هذيك يعني بوحدتها اللي تخص ضروري يدخل فيها اخصائي نفسي انا علاش طرحت لك هذا السؤال لان احيانا هذه المشاكل هذه كتعترض بعض الاباء وما كيلجؤوش كاع للاخصائي النفسي كيبقاو كيحاولوا يعالجوا المشكل غير بيناتهم يتشكا يدخلوا شي واحد من العائله مثلا هذه المشاكل هذه البسيطه نعم. هنا يعني دور الاباء والامهات دكتور عبد الهادي منين كيلاحظوا هذه المجموعه ديال نقولوا حنا يا السلوك اللي غير محمود ملي كيتشكاو منه في المدرسه هذاك الابن منين تيلاحظوا بعض الانفعالات بعض الاشياء اللي غير معتاده هادو هما الاسباب هادو هما نعم. الاسباب اللي كتبغي تقول الاسباب اللي غادي توصل نعم. لعند الاخصائي نعم بالفعل هادو هما الاسباب اللي يعني كيكون انزعاج يعني هذا الانزعاج هذا يترجم غالبا في ان الاباء والامهات
كيبحثوا على الحل من الخارج. نعم. لا راه ما عمر الحل ما يكون من الخارج. الحل سيكون من الداخل. فقط الأخصائي النفسي هو كيقربك أنك توصل لهذاك الحل. نعم. يعني عنده من الأدوات اللي كيخليك تحل عينيك. كيخلي أن الوعي ديالك يكبر. كيخلي أنك تولي تشوف الأمور بمنظار آخر. نعم. وإلا غادي تبقى دائما كتعاني من نفس النتائج اللي هي وصلتك عند الأخصائي النفسي. نعم. وبالتالي فمن اللي كنطلبوا من الدور اللي هو كنطلبوه من الآباء والأمهات كنطلبوا منهم يعني واحد المرونة تكون كبيرة. قابلية ديال التغيير يعني أنهم هما يقبلوا التغيير للنفوس ديالهم. واش كتقصد بين قوسين أن الآباء والأمهات منين يلاحظوا شي مشكل عند الإبن ديالهم ولا الإبنة ديالهم يعتبروا نفسهم طرف في المشكل؟ أكيد. أو لا يقدروا يقولوا يمكن أنا السبب. تماما. أنا السبب يمكن أنا ما عرفتش. نعم. نتصرف. نعم. يعني باش نعم. نكون واضحين. نعم. مع الناس تماما يعني أنه يوضع هذا الاحتمال مباشرة باش ملي كيجي مثلا كيقول لك أنا كنلاحظ بأن ولدي ما كيسمعش ليا. أنا كنقول ليه مثلا دير كيدير هو بي كنقول ليه سير في الطريق كيمشي هو في الطريق. نعم. ما عرفتش علاش وملي كان باقي صغير كان ظريف وكان هذا وكان هذا. نعم. فكنجي وكنشوفوا النمط ديال هذاك الأب كيفاش كيتعامل مع ولده. كنقول ليه دابا كيقول لي واش دابا واش جبت لك ولدي ولا انا اللي بغيتي؟ لا كنقول يا سيدي انت راه ولدك راه غير النتيجه ديالك. فأرانا نشوفوا انت كيفاش كتعامل بهذه وبهذه وبهذه. هذه خصك تغيرها. هذه راه ما ممكن الا تعطي هذه النتيجه. نعم. هل اللي عندك حيدو. فقابلية التغيير وهاد المرونة اللي كيتعاملوا بها الآباء والأمهات مع الأخصائي النفسي راه كتعطي واحد الدفعة ديال 60 حتى 80% من العلاج المسرع. نعم. يعني أن عوض أنني نتسنى 6 شهور ولا نتسنى 8 شهور ولا عام ممكن أن المشكل كيتحل في بضعة حصص. فملي كنشوفوا مثلا طفل اللي هو كيعاني مثلا واحد من في المدرسة ديالو مثلا ما كيقدرش أنه يدير الواجبات الدراسية ديالو كنلقاو دائما باغي غير ينعس باغي غير يلعب باغي غير هذا. فملي كنجيو كنلاحظوا اما المسافه الفاصله بين الام ديالو وهو هذاك الوليد يعني كتكون صغيره جدا او العكس المسافه بين الاب وبين هذاك الوليد كتكون كبيره جدا. كنهضر على المسافه التواصليه. المسافه التواصليه. نعم. والعيش اليومي. فملي كنقول لهم راه غادي نخدموا على هذه المسافات. يعني ولدك ما عندي ما نعلمه. ما غاديش ندير ليه انا درت ليه لو تيست وخدا لينا جوج الحصص ولا ثلاثه الحصص. جميع هذوك المهارات. نعم. لي كومبيتونس يعني انتيليكتويال ديالو كاينه موجوده. وبالتالي فماشي هذا هو المشكل. ارنا نعالجوا هذه المساله ديال المسافات الفاصله. بين الام والوليد وبين. نعم. وبين الام والاب. نعم. فملي كيتقبلوا الاباء والامهات يعني احنا كنشكروهم بزاف وكنقول لهم بان هذه مرونه جيده وبان هذه قابليه ديال التغيير غادي تخدم هذاك الوليد. وسي عبد الهادي يعني الربح في هذا الشيء كامل ان حتى الاباء والامهات كيستافدوا من اليات باش يعني ملي كيبقى المشكل كيعرفوا هما كيفاش يعالجوه يعني من خلال هذاك الاخصائي او الاحتكاك بالاخصائي دكتور عبد الهادي. تعلم كبير. كيتعلموا. نعم. يعني بعض الافكار اللي مثلا الا تعرضوا لنفس المشكل مع الاخ الاصغر. نعم. ولا هذا تيوليو هما كيعرفوا بالفعل يعني مجموعه ديال الشهادات يعني تثبت ذلك كتقول لك اودي بانني انا تعلمت من الاخطاء ديالي مع الكبير مثلا. نعم. باش ان من خلال زيارات. نعم. الاخصائي اللي وراني اشنو ندير ولا وضح لي الخطا ديالي انا تجاه هذاك الابن. ثم ان واحد المساله اللي بغيت نختم بها وهو ان بعض المرات ملي كنمشيو عند الاخصائي فملي كيعرف بان المشكل فقط هو تواصلي كيقول لهم سيروا اشتغلوا على نفوسكم راه ما كاين والو. نعم. يعني ما كاين والو فقط فهم انت وجهه النظر ديالو ويفهموا وجهه النظر ديالك وما كاينلاش انكم غادي تبقاو تقلبوا على حلول اللي جايه من برا ولا هذا راه كلشي عندكم. شكرا لك بزاف دكتور عبد الهادي القاسمي. توضيحات بحال هذه احنا محتاجين لها بزاف لاننا يعني كلشي تغير في هذا الوقت هذا. وجود الاخصائيين تبارك الله ودابا كاين دفعات اللي كتخرج. نعم. ديال تخصصات في هذا المجال النفسي يعني بكل الاطياف ديالو. ils sont pas là par hasard, ils sont pas là pour rien. دونك الدور ديالهم هو هذا. نثقوا فيهم ياك دكتور عبد الهادي ونستافدوا منهم اكثر. هادشي كله فقط لتحسين علاقتنا الاسريه وعلاقتنا بوليداتنا وعلاقتنا بابائنا. دونك تنشكرك. مازال عندنا الحديث معكم كذلك مشاهدينا هاد العشيه هذه من جوج حتى لاربعه على امواج راديو دوزام. ودكتور عبد الهادي القاسمي سو فور ان بليزير ياك باش انك تجاوب على الاسئله ديال المستمعين اللي غيتواصلوا معنا من جوج حتى لاربعه مباشره على امواج راديو دوزام. شكرا لكم والى اللقاء.